أقيم في مسرح البالون مسرحية زمن الألف ليلة، واللي شارك في التمثيل باقة من ألمع نجوم المسرح، وكان الإخراج لمحمد دياب والتأليف لأيمن فتيحة. أنا بعمل شهرزاد. شهرزاد هنا في نص أيمن فتيحة، شهرزاد شوية مختلفة يعني، ما غوركيش إن أنا لابسة كده، هتبهدل جامد هتشوفيه. وبعدين معايا أجمل شهراير في الدنيا لطس سامي العدل، طبعا فنان جميل جدا جدا، شرفت بالعمل معاه لأول مرة هنا، بس في الحقيقة يعني فنان من طراز خاص جدا جدا. هو ضيف للعمل روح مختلفة خالص، وعامل شهريار لأول مرة حد هشوف شهريار بالطريقة دي، فأنا سعيدة جدا بالتجربة في الحقيقة جدا. أنا والزميل أيمن فتيحة، وده مؤلف جميل جدا، أنا شخصيا اشتغلت معاه في الإذاعة، عملت له يعني مثلت معاه في الإذاعة. كان في ذهننا فكرة تكون مواكبة للأحداث اللي احنا فيها، فطبعا احنا ما عندناش يعني أهم من مشكلة احنا عايزين نختار مين وإيه الشروط اللي تبقى متوفرة فيه كرئيس للجمهورية. فبدأنا نلعب على الفكرة دي ونظبط ماذا على الحاكم أن يعلم لكي يحكم شعبه، وماذا كذلك على الرعية أن تعلم لكي يعني تكون منسجمة مع ذلك الحاكم يعني. بدأنا نلعب على الفكرة ديت، وبدأنا نكون نص زمن الألف ليلة، وبقى بدأنا في مرحلة ما قبل البروفات اختيار الكاست، العمل الجميل اللي انت هتشوفيه النهاردة ان شاء الله، وبدأ كل الناس يشوفوه يعني. مسرحية اسمها زمن الألف ليلة، والمقصود بزمن الألف ليلة هو زمن العجائب والغرائب، لأن احنا في التراث الشعبي بتاعنا بنقول على أي شيء غريب ده ولا في ألف ليلة وليلة. زمن الألف ليلة هو الزمن المقصود به في المسرحية، هو الزمن اللي احنا مرينا به خلال السنوات السابقة، نقول 30 نقول 60 يعني وفقا لوجهة نظر كل واحد. ياما مرينا بمواقف شخصية أو مواقف على مستوى الوطن، أو عرفنا معلومات أغرب من الحكايات اللي هي ممكن تتحكى في ألف ليلة وليلة. الحدوتة ببساطة شهريار بيلتقي بشهرزاد، شهرزاد بتعرض عليه فكرة ان احنا ننزل نشوف حدوتة حية من حكايات الشعب، من خلال ان احنا بنتنقل وبنمشي وسط الشعب ونشوف ايه الحكاية.